البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس. لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر النفاق والشهوات العالمية، لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المغبوط وظهور مجد الله العظيم ويسوع المسيح مخلصنا. هذا الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يبدينا من كل إثم ويطهرنا له شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعد ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، ويكونوا لطفاء مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، سالكين في الشر والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. فلما ظهر لطف مخلصنا الله ومحبته للبشر، لا بأعمالنا في بر عملناها نحن، بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى بيسوع المسيح مخلصنا، لكي نتبرر بنعمة ذاك ونصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا. آمين.